صباح الخير، صباح النور، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباسكم، صحتكم بخير، احوالكم. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله وقت السفر، وقت العوده للجزائر. اليوم عندنا الخميس، عندي طياره ان شاء الله على الوحده ونص ولا ساعتين. المهم نوت كملت محمود غلف لي هذا الفاليزه، وعندي ثاني واحد الكابه هكا فيها شويه تاع حوايج، وخرج راحي باش يشري لي، قال لك شما نجيك تفطري. شوفوا هنا المتحف، متحف المصري. المهم اليوم ان شاء الله راجعه للجزائر ان شاء الله. يا وراه خلصت الرحله تاعي هنا، يا احمد خليته شويه، قال لي تجي وبعثوا لي تروحي وتخليني، تخليني نوالفك شويه وبعثوا لي تروحي وتخليني. ما ذاك هو يعني قعدت سمعنا، خلاص كملت حوايجي، شفت ثاني اهل زوجي شفتهم، والحمد لله يا ربي. يعني هذه العطله تاعي اللي كانت هنايا، ان شاء الله ربي يكمل لي، ان شاء الله يا ربي الايام القادمه ان شاء الله راح تكملوا. تعرفوا يعني المشروع اللي نويت عليه واللي راح نفتحه ان شاء الله يا ربي، اللي راح يكون ثم في الجزائر. هذه هي دوكا كملت، يعني دوكا تقريبا هي 9. لازمني نكون 11 في المطار 9، ها وخرج دوك يروح يشري فقط، ومن بعد كي يولي يجي نوليو نخرجوا نتكلوا على ربي باذن الله. توحشت الاولاد والله توحشتهم. البارح وانا نحكي معاهم هي قالت لي ماما هتيجي متى، ما قالت لي ما تجيش، قالت لي تديني حل ام الحديقه الحيوانات. قلت لها بعتيني على جال حديقه الحيوانات. اخيرا وصلنا للمطار، حان الوقت الوداع. والله يا توحشيني، بس هديك تاني برضه يعني. لا المره دي خلي بالك، انا خلي بالك المره اللي هروح لها يعني، هذه المره هو اللي يجي ان شاء الله. يعني المره الجايه بقى انا اللي هروح لها وهنظبط الدنيا مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله دوكا وصلنا للمطار تقريبا 11 ونص، وانا عندي البول على الوحده، الوحده ونص، الوحده ونص هكذاك بلا ساعتين. اذا ما درتش الروطار ان شاء الله ما نديرش الروطار برك، قدام يترك حتى الوهر، من الوهر للسطيف. خليك لي ليا بالي ونطير معك في لالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك لي ليا بالي ونطير معك في لالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا وانا خلي الوقت يسالي يا حبيب الروح، خليك ليلي يا سالي ونطير معك ملي دفعت الباكاج تاعي. ما جانيش يعني الباكاج، الحمد لله انا نخاف غير من الباكاج اللي يجي زايد، هذا ما كان، مي الحمد لله اني سلكتها. ودوكا ني جيت هنا طلعت مازالوا ما فتحوش الباب باش نروحوا، يعني نستناوهم من تحت، ما باش نركبوا البيس ولا نطلعوا طول الطياره. ما نظن نركبوا البيس لانه كل مره نركبوا في البيس منا. ها اني في الفلاصه اللي الفوق هذه، وهذه يعني ما طولتش في الاجراءات، ما كاين الغاشي شويه، ما جيت نفوت تاع جيت ندخل للمطار، يعني دخلت للمطار ما جيت نفوت على ذاك تاع التفتيش وهذاك بالسيف، الغاشي وبصح وين دفعوا الباجاج يعني ما كان حتى واحد، نظن طلعوا كامل. لقيت واحده وركورا يعني. هذه يا بكا نستنى الطياره، يدك الزباينه. خليت محمود برا، قلت له خلاص روح تروح يعني صاي. هو محمود يقعد يستناني على جل والدبيره، محمود يقعد يستناني على جل الباجاج يكون لي، اذا قالوا لك زايد ولا تسمى نقعد نستناك باش نقدر نفرغ ويدي هو. ما قلت له خلاص روح تروح يعني، خلاص ركب دوك حتى يروح لاسيوط، وانا نقعد نستنى الطياره تجي على ساعتين، نركب على ساعتين بتوقيت مصر وحده بتوقيت الجزائر. ان شاء الله ربي يسلكها برك. على بالكم اللي راهي مقلقتني كيفاش كي نهبط من وهران كيفاش ندير لي، انه كي ريزيرفيت ما كي عود جايه، جيت من قسنطينه لوهران، من وهران لمصر لقيت البيي، ما كاين عود راحه دوكا، ما كانش البيي حتى الغدوه تاع الصباح، على 8 تاع الصباح ما نقدرش نبات انا والله.
ما على باليش كيفاش ندير. قلت لبابا قلت له ما تجيش، طريق بعيده بزاف حتى لوحده. قلت له خلي دوك ماما تستنى حتى نركب الطياره يشوفوا لي فول من الألجي ولا قسنطينه ولا ما على باليش، بالك يلقاو يعني اقرب واحد نركب فيه يديني الألجي، كي تكون ألجي سهله سما قريبه. بابا ما تجيش طريق طويله وثمن سوايع ولا سبعه في الباطل، ما نخليها نروح انا وساع، فهمت يعني ربي يسلكها. وصلنا المطار وهران عندي قريب ساعه ونستنى في الباجاج، مازال ما خرجتش. اول مره يطول هكذا ما فهمتش علاش. المهم دوك نروح نشوف تاكسيات ولا باش نروح. انستغرام قلت لهم سقسيتهم يعني لا تاكسيات، دوك نجرب باش نروح في التاكسي ولا نروح في البيس ونشوف. هذه صديقة تعرفت عليها في المطار، بسم الله ما شاء الله يعني شوفوا قعدنا نحكي يعني ما شاء الله على ربي يحفظها، ان شاء الله كانت معايا ثاني في الطيارة. دوك انا وصلنا لوهران، دوك نروح نشوف تاكسي باش نروح للاري تاع داك اللي يدي للصيف، ان شاء الله برك نلقاه ان شاء الله يا ربي. هذا هو مطار وهران.
لنا شوفوا انا جيت. بصي لا لا بصي عمر واش عمر تفحشتها شوري تفحشتي ماما ما تفحشتيهاش رنين فحشتك انا فينك خليك خليك على رنين كون نهار تروح كيفاه بنتي تما عمر عمر حنا انا روحت للدار نهار الحمد لله ربي وصلت بخير شوفوا الاولاد حنا ننقيو على جال على جال ان شاء الله غدوه العيد لانه اليوم تهاوشوا لانه اليوم عرفه غدوه العيد انا جيت صباح باه كنت وصلت الوهران ما خرجتش الباجاج تاعنا بكري خلاص نورمالمون احنا هبطنا مطيارة على 5:30 ولقيت طياره لقيت فول من على 6:30 لالجي المهم زيان ما درتش فيه لانه كنت حابه ندير فيه نوصل لالجي تكون سهله من تما مي الباكاج ما خرجش حتى 7:30 سبب شني 7:30 باش خرج الباكاج نس استنى ما فهمنا والو اول مره تصرا هكذا خرج الباكاج تاعنا ولقيت واحده ثانيه هذيك اللي قلت لكم عليها هذيك راهي مصريه مي متزوجه جزائري وما كنت انا ويا الطاكسي لانه هي ساكنه تما مي بعيده شويه حكمت انا ويا الطاكسي هذاك اللاري تاع الطاكسيات وكنت حطيت فار انستغرام ثاني سقسيت البنات قالوا لي روحي لسيتي جمال هذه رحت ما لقيتش طاكسيات للصيف لقيت غير الالجي كنت طاكسي الالجي وفي الجي لقيت خالتي ثم تستنى فيا خالتي ساكنه ثم في الجي رحت عند خالتي مترك وهران بعيدة تحسوا روحكم تكبروا في ذيك الطريق جيت من وهران الصيف كراني في الطريق اللي نعرف شنو يصرالي طريق طويلة المهم وصلت لقاتي الحمد لله بت عندها والصباح تقريبا 7:30 كان جات ليا ماما وبابا ثم عند خالتي وداوني وصلت هنا تقريبا 10 الله يعني ساهله الطريق والحمد لله لقيت الاولاد بخير شات لهم ماما حوايج العيد وعمر ثاني لقيت خويا ارفع وراك رايحه طلعت لقيت ها عمر لقيت خويا حفف له شعره الوليدي ما طولتش يعني تقريبا 6 أيام فقط اللي قعدتها المهم غدوه ان شاء الله يا ربي العيد كاين بزاف اللي فهموا غلط والفيديوهات اصلا هبطت متاخره حسبني بلي من عايشه مع دارنا ما انا قلت لها شحال من مره بلي راح فقط 6 ايام قبل العيد ونرجع اللي هو نرجع قبل العيد يعني نعيد مع دارنا المهم شوفوا جاي العيد اليوم ثاني عيد ثاني اول عيد ثاني عيد ان شاء الله راح يكون الفيديو اللي هو راح نعلن عليه على مشروعي ان شاء الله يا ربي بالتوفيق للجميع ربي يوفقني ان شاء الله تكون خطوه خير ان شاء الله ويوفقني فيها ربي ولقيت ثاني جوري دوش دوك ندير لهم شعورهم ان شاء الله ما ولفت الحمد لله ربي كي لقات يعني الاولاد لاقيا خاوتي ولفت عادي ما بكاتش قالت لي ماما ما بكيت ما والو قاعده تلعب هي عمر ثاني يعني ثم فاتوا ليام والحمد لله ربي سهل لي الحمد لله ربي سهل لي في الخطوة هذه اللي ديتها ان شاء الله وتسهل لي شوفوا كنت نحكي معكم بعد شفت في عمر لقيتو الكتشوف ياكل في الكروكي ماما يدير في الكروكي انا كي جيت صباح طول عاود رقدت لانه ما رقدتش بزاف ثم رقدت ومن بعد وليد نوض سمعنا متعاونين كيف في الدار هي دير حاجه ولا ندير حاجه راحي ندير حاجه هكذا باش نكملوا كامل كيف ما عندناش اصلا حوايج بزاف وصايمين ثاني ربي يتقبل ان شاء الله منا ومنكم جميعا ان شاء الله يا ربي ولقيت جوري ثاني دارت الحنة هاي دايره الحنة جوري طلع نكون خفيفه عليكم نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي سلام عليكم